السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نقوم بحل أنشطة الكتاب السلحفة والبطتان. عندنا في البداية هنا الفهم العام، مكان أحداث القصة، عندنا الغدير، زمان أحداثها في الماضي، شخصياتها البطتان، السلحفاة والناس. ما الذي دفع البطتان والسلحفاة إلى الرحيل عن الغدير؟ لأن الماء في الغدير جف، لأن الماء جف. أذكر الحل الذي اقترحته البطتان للسلحفاة، أن تحمل البطتان عودا متينا وتعض السلحفاة عليه وتطير وتأخذ السلحفاة. عندنا هنا مضاد كلمة كدر اللي هو الصفو، وعندنا جدتا اللي هي اجتهدتا. حدد الشخصية الرئيسية في القصة، عندنا السلحفاة. اقرأ القصيدة النصيحة التي وجهها البطتان للسلحفاة، عندنا إياك والكلام في الطريق فتصبحي في كربة وضيق. عندنا هنا وردت في النص عدة أسباب أدت إلى سقوط السلحفاة. الأسباب اللي هي جفاف النهر، طيرانها مع البطتان وهي لا تجيد الطيران، وأيضا انشغالها بأحاديث الناس. عندنا هنا وضح الصفات الإنسانية للبطتان والسلحفاة. طبعا البطتان تمثل الإنسان العاقل، والسلحفاة تمثل الإنسان الذي آذانه للآخرين، أي أنه ينصت للآخرين. حذرت البطتان السلحفاة من الكلام في الطريق. طبعا هنا لم يوافقا لأنهما حذراها من الكربة والضيق وليس من الموت، لأن الموت أشد من ذلك. جميع الحكم الآتي وردت في القصيدة أو الحكم: الصداقة كنز لا يفنى، رضا الناس غاية لا تدرك. طبعا التي لم تذكر فقط هي هذه: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وردت في المقطع الثاني ألفاظ متضادة المعنى، عندنا كلمة نعمة وبأسا، بأسا كذلك هذه هي تضاد المعنى. وردت في المقطع الثالث كنية للسلحفاة وهي بنت الماء. وضح الدلالة اللغوية للأحرف التي تحتها خط فيما يلي: لا تحزن، طبعا هنا أسلوب نهي، إن الوفي هنا تأكيد، هنا تأكيد، وهنا تحذير، وهنا أسلوب تحذير. عندنا اقرأ الأبيات القصيدة ثم حدد البيت الذي يمثل ذلك. عندنا الافتتاح، أي بيت يمثل، عندنا الافتتاح البيت الأول، العقدة البيت الخامس، الحل البيت الثاني عشر، والنهاية البيت الأخير. البيت السابع عشر وهو البيت الأخير. هذه هي